هل تعتقد في ظل هذه التصريحات من الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة تحديدا حزب حياة حرة الكردستاني، هل تعتقد في ظل ما رأيناه الآن إيران ستضرب إقليم كردستان؟ يعني ما زال لجوء إيران لاستخدام القوة ضد الأكراد الإيرانيين وارد تماما، وإيران لم تستبعد استخدام القوة عندما قصفت أربيل كعاصمة لإقليم كردستان، وهي مدينة مدنية بأكثر من 73 صاروخ، وأيضا قصفت مطار أربيل أكثر من مرة، وقصفت مصافي النفط في أربيل، وأكثر من مرة قصفت أيضا مواقع للأكراد الإيرانيين في مدن، منها مدارس أطفال وغيرها في عنكاوة وغيرها، بالمدفعية الثقيلة وبالطائرات المسيرة وبالصواريخ وغيرها من الأسلحة الثقيلة. يعني هذه ليست أول مرة تهدد أو تقوم بعمل عسكري ضد هذه المناطق، لننسى أيضا قيام حلفاء إيران التنظيمات المسلحة في العراق بقصف مجمع إنتاج الغاز في سليمانية بأكثر من مرة، بأكثر من صاروخ من صواريخ الكاتيوشا وغيرها. هذه ظواهر خطيرة مع الأسف، وإيران تستمر باللجوء لاستخدام القوة وعدم الذهاب لاستخدام الدبلوماسية والحوار البناء. نعم أقدت اتفاق مع بغداد، لكنها ما زالت تهدد. أيضا مسؤولية ضمان أمن الحدود هي مسؤولية مشتركة بين إيران وبين العراق. يعني العراق نشر أكثر من 350 من المقاتلين، وأكثر ممكن من أحد الألوية للرقابة وحماية الحدود والقوات الخاصة بضمان أمن الحدود. أيضا حكومة إقليم كردستان تتعامل وتتفاعل إيجابيا مع هذا الموضوع، لكن التهديدات الإيرانية مع الأسف تأخذ طابع شامل. يعني حتى يومنا هذا هناك تقارير مهمة أن غالبية الإيرانيين الأكراد هم تحت حماية الأمم المتحدة، بمعنى هم خاضعين للمفوضية السامية للاجئين في الأمم المتحدة، وبالتالي يفترض من الأمم المتحدة أن تقوم ببناء يعني مدن خاصة، مخيمات خاصة، وتزودهم بالغذاء وتوفر لهم الحماية الأمنية والاجتماعية والصحية وغيرها. لكن مع الأسف إيران تستخدم هذا الموضوع كجزء من المواجهة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية مرة، وبينها وبين إسرائيل، لأنها مع الأسف تتهم هذه المقاومة الإيرانية الكردية بوجود علاقات بينها وبين إسرائيل، وهذا غير صحيح. لا تحتاج هذه المقاومة لعلاقات مع إسرائيل، ولا تحتاج لدعم مادي أو أسلحة، فالأسلحة التي لديها هي أسلحة خفيفة يعني، وليست ثقيلة في الأساس. إذا كان هناك بعض التيارات اللي قامت بعمليات في إيران، لكن أغلبية هذه المقاومة السياسية الإيرانية الكردية لم تستخدم أسلحة لتهديد الأمن والاستقرار في إيران.